عسلامة، مرحبا بكم في بيغ ناتير تبركة. بيغ ناتير، تنجم تحكينا أكثر عن الكونسيبت نتاعها؟ بيغ ناتير هو البروجي يخدم في الإيكوتوريزم، يرتكز على ثلاثة حاجات، هي الانتجراسيون تاع البوبيلاسيون لوكال في ليزاكتيفيتي نتاعنا، الفاليوريزاسيون تاع لي ريشيس تاع ريجيون، والبريزيرفاسيون تاع لونفيرونمون اللي نعيشو فيه. فما ديزاكتيفيتي بالطبيعة باش توصل للأوبجيكتيف هذايا لازم تركز على أكتيفيتيز اللي تخليك توصل لهم. مثلا احنا ليزاكتيفيتي ركزنا عليهم هي لي ساتيليي دو سافوار فير لوكال، كيفاش قطرو زيت، كيفاش مالسوتين مع جروبات نخدموها، مثلا نعملوا ليكسبوزيسيون فونت تاع لي برودوي ارتيزانال، برودوي تواف، برودوي فرونسيير. الاكتيفيتي الثالثه عندنا الجاسترونومي لوكال اللي هي نحاولوا باش نثمنوا الماكولات المحليه نتاعنا. الاكتيفيتي الرابعه لي روندوني بيدست وكتي على بسيط العساقين، عدد السيركوي في الغابه نجم نحوسوا فيهم وتكون اكونباني من الديزاينر فيها. الاكتيفيتي الخامسه اسباس داكتيفيتي سبورتيف بيرنيت، عباره على امفي تياتر ينجم يعمل فيه سبور ولا يعمل فيه انيماسيون ولا بيس كوتيغيل. الاكتيفيتي السادسه اسباس كابتي اللي هي يهتم برشا خاطر يحب يجي عديد معانا اكثر منها. والاكتيفيتي الاخرانيه باركور سونتي ايديكاتيف، نحاول باش نعملوا باليزاج تاع باركور سونتي تحاول فيه تتعرف شويه على البلانت الموجودين في الجهه. كي نركزوا على الريستورون عندنا مثلا الريستورون تاعنا اخترنا حاجه صعيبه شويه، اما حاجه اللي هي تنجم ما تلقاهاش في بلايص اخرين. مثلا الابتزاج تاعنا حاولنا باش نركزوا على المناوي طايبه على الطاجين على القرنين على النار، وعندنا العسل الغابه حر، ونخدموا بالزبده العربي، نخدموا بالزيت الزيتون حر والعظام عربي. دونك خدمنا حاجه اللي هي الكليون مساحج انه ياكل حاجات كيما هكايا ماهيش متوفره بارتو. في الفطور ركزنا على حاجات تحت بالوقت وعلى حاجات اللي نجم تكون معناها بالحق اكثر علاقه بالكوسكي ناتورال، والا مثلا الكوسكي نتاعنا ماخذين فيه ميدال دور الشيء المغربي اللي هو ثمنا زيت القادوم اللي هو خاص بشيها، زدناه للكوسكي نتاعنا وخذينا به ميدال دور الشيء المغربي. عندنا دوت لا كيف الفيس بس هذوك العربي معلش كيف تعرفوه ولا لا، عندنا اللحم في القله، هذوما الحاجات اللي قاعدين نخدم فيها. ايش تشوف بيغ ناتير 3 سنين؟ والله احنا توا عندنا بريسك 3 سنين، ولينا نحس روحي ولينا ديستيناسيون، عندنا بوكو دو فيزيتور يجيو لتبرقه ولا يحطوا في البروجرام تاعهم انه يجي يعمل دوره للبيغ ناتير، يجي يعمل ابتداج ولا يعمل فطور والى سو ريلاكس ان بو في بيغ ناتير. ان شاء الله بروشينمون باش نوليو بالحق بارمي لي 3 بروميي ديستيناسيون في الجهه هذيا، وان شاء الله ما نخيبوش بالحق لي زاتونت نتاع الفيزيتور نتاعنا. مرحبا بكم في بيغ ناتير تبركة، إن شاء الله كي تجيو بحدانا تلقاو حاجة باهية.